السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفتنا نباتية، مشروم بالبازلاء، كاري مشروم بالبازلاء، عفوا كاري المشروم مع البازلاء، أو يسمونها كرمة، كرمة مشروم، يعني مشروم كرمة. هنا لدي نصف كيلو مشروم يقطع نوعا ما سميك على هذا الشكل. هنا أنا لم أقوم بغسله، سوف أقوم بغسله قبل إضافته، أقصد قبل طبخه. هنا بصلة كبيرة، تقريبا كوب بازلاء، وهنا تقريبا نصف كوب كاجو، ملعقة كبيرة زنجبيل، ملعقة كبيرة ثوم، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة غرام مسالة، تجدون طريقتها في قناتي. ملعقة صغيرة للبهارات نحتاج ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة غرام مسالة، تجدون طريقتها في قناتي، وملعقة صغيرة كركم. نحتاج طبعا الى الزيت والى الملح. في طنجرة طبعا، هنا الطريقة نوعا ما غريبة او تختلف، يعني سوف نضع البصل مع الكاجو والفلفل، وسوف أضيف الماء الكافي فقط حتى نغطي المكونات، ونتركها تطبخ يعني تقريبا 10 دقائق حتى يصبح البصل شفاف أو لين مع طبعا الكاجو. نتركه يغلي تقريبا 10 دقائق ثم يكمل. كما ترون أصبح يعني طبعا خف الماء وأصبح يعني البصل شفاف. سوف أقوم بطحنها جيدا ليصبح لدينا مثل الصوص، وهذا هو القوام بعد الطحن، كما ترون أبيض لأن الكاجو. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية طبعا والأخيرة. نضع تقريبا ربع كوب من الزيت، الثوم والزنجبيل، ونحرك لثواني فقط. بعدها نضيف المشروم مع البازلاء، نحرك يعني ثواني تقريبا يعني نصف دقيقة إلى دقيقة على نار وسط لا ترفع النار. بعدها سوف أضيف المشروم. طبعا المشروم لا يعني لا يأخذ وقت طويل في الطبخ. ونضيف البازلاء ونتركهم لدقائق حتى يفرز المشروم الماء. طبعا دائما المشروم قوموا بغسله قبل اضافته للوصفه، لا تغسلوه قبل يعني عند تقطيعه حتى يحافظ على لونه الجميل، والله يصبح لونه اسود. البعض يقول لا داعي لغسل المشروم، غسلوا المشروم، النظافه جيده. طبعا وصفه لمحب المشروم لذيذه هذه الوصفه، وطبعا سهله جدا وايضا سريعه. سوف اتركه لدقائق يعني حوالي 3 دقائق، ولا استمر بالتحريك حتى لا يحترق في الاطراف، والنار متوسطه لا ترفع النار. كما ترون المشروم يفرز الماء، هنا اصبح لين نوعا ما. سوف اضيف البهارات مع الملح ونحرك تقريبا دقيقة. بعدها سوف أضيف خليط البصل والكاجو، نضيف طبعا الملح حسب الذوق، ونحرك لمدة دقيقة. نحرك كما قلت تقريبا دقيقة، وسوف أضيف الصوص الأبيض أو صوص البصل والكاجو. الآن سوف أضيف خلطة البصل والكاجو، نضيف كامل الخلطة، نحرك ونتركها تقريبا تنضج مدة 3 دقائق إلى 4 على نار هادئة حتى يدخل الصوص. طبعا المشروم لا يأخذ فترة طويلة في الطبخ. جربوا الوصفة، لذيذة جدا، الوصفات الهندية مميزة صراحة، لدي متابعين يحبون الوصفات الهندية. طبعا ممكن تقديمها مع الخبز او مع الرز الابيض عادي حسب الذوق حسب الرغبة. سوف اتركها حتى يثقل القوام، بعدها سوف
نقدم. وهذا هو طبقنا لي اليوم جاهز، أتمنى تجربوه ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.